مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. قرأت مؤخرا على جريدة اسمها Canadian Arabs، جريدة كتير بتهتم بأمور العرب في كندا، وما شاء الله عليهم مشهورين وعم بيجيبوا الأخبار باللغة العربية للجميع. كانوا حاطين عن شغلة اسمها فتح ملاجئ للنساء المسلمات في عدد من الدول أو المدن الكندية. طبعا لما نقرأ الخبر بتقول واو، هل في عندنا احنا هذا الموضوع؟ نعم موجود، وفي كندا العنف الأسري للأسف موجود في جميع دول العالم وحتى في كندا، ومش بس للمسلمين والعرب، بس موجود بين المسلمين والعرب كتير كتير كتير. وهذا السبب انه كثير من النساء بتؤديها الى الهروب من المنزل. الحياة في كندا شوي صعبة، خاصة في فصل الشتاء، انه يقدر واحد يعيش برا او ينام برا، فبسووا لهم شغلة اسمها ملاجئ او شيلترز. طبعا المشكلة انه في الاقليات العرقية الشيلترز بكون، او بكون الشيلترز بشكل عام مختلط، فموضوع الاقليات العرقية خاصة اللي عندهم تحفظ، مثلا المرأة والرجل ما بيقدروا يعيشوا مع بعض او يناموا مع بعض نفس الغرفة، الشغلات هاي بتكون كتير كتير سنسيتيف. فعشان هيك في مؤسسة اسمها نساء هومز عملوا اكثر من شلتر في كندا، وهذه الشلترز بتهتم بالمرأة المسلمة. طبعا اذا اجاهم حدا غير مسلم اكيد بيسكنوه، لانه الموضوع انساني اكثر منه اي شيء ثاني. عملوا مدينة ميسيساغا، سكاربرو، وينزر، البرتا، كالجاري، سيري في بي سي، في عدة مدن. وطبعا هذا المشروع هو ضمن مشروع مؤسسة الزكاة الوطنية في كندا، اللي بتجمع الزكاة من الناس وبتخرجها على المسلمين في كندا. طبعا زي ما حكينا بتدير هاي الملاجئ مؤسسة اسمها نساء هوم. ححط لكم الموقع تاعتها تشوفوا عليها، اذا بدكم تدعموهم برضو بكون اشي ممتاز. بيهتموا بالنساء والاطفال وبيساعدوهم. طبعا العنف الاسري زي ما حكينا ظاهرة للأسف سيئة، لازم نتخلص منها، نحاول نلغيها. أنا حكيت في أحد الفيديوهات السلبيات الموجودة في كندا إنه موجودة هاي الظاهرة. ناس كتير هاجموني بسبب هذا الفيديو وحكوا إنه أنا بحكي إنه حرية المرأة شغل سيئة. بالعكس، أنا مش عم بحكي هيك، أنا بحكي إنه هاي الظاهرة موجودة، في عنف أسري موجود ولازم نوقفه ونقمعه للعنف الأسري، لأنه هذه الظاهرة غير حضارية. المرأة لها حق في إبداء رأيها، الرجل له حق في إبداء رأيه، الطفل له حق في إبداء رأيه. لازم تكون الموضوع ديمقراطي، لازم يكون في استيعاب لآراء الآخرين، مناقشة فكرية، جلوس مع بعض. المشكلة يا جماعة إنه إحنا صرنا نبعد عن بعض، خاصة في نفس العيلة، وهذه المشكلة مش عم بنشوفها بس في أقليات المسلمة أو حتى بين الكنديين والأوروبيين. التواصل الأسري صار أضعف بكثير عنا من زمان. يعني زمان كنا نجلس ونحكي مع بعض. اللي بتقوم فيها الملاجئ زي ما حكيت، أنا أحط الرابط، بس بتعطي الشغلات الضرورية للاجئة أو القادمين لهذا الملجأ. الشغلة الثانية طبعا بيئة آمنة، بيحاولوا أنه يبعدوهم عن أماكن العنف الأسري أو أماكن الأسرة، بعطوهم مقومات الحياة الطبيعية، أكل، مشرب، منام، بعدين بعطوهم مشورات سيكولوجية أو فسيولوجية، أو إذا عندهم أمراض بعرضوهم على أطباء سواء نفسيين أو جسديين، بعطوا معلومات قانونية للحالة كمان، بيساعدوهم إذا في حالات مثلا بدها تطلب الطلاق أو بدها تسوي أي شيء قانوني، ادعاء ضد المعنف الأسري لها، وبعطوهم برامج وخدمات ترفيهية عشان تساعدهم. طبعا بتقوم هذه الخدمات بعدة لغات، منها الإنجليزية، الفرنسية، الأردية، العربية، الهندية، عدة لغات، البنجابية. وطبعا هناك محترفين في هذا المراكز، لأنهم هم مراكز بركزوا على الشغلات النفسية، فهم ناس محترفين. الموضوع يعني أثار انتباهي فحبيت أحكي عنه. بديش أحكي إنه بالعكس هي مبادرة جيدة، الاحتواء ظاهرة سيئة،
نحاول انه نيقفها ان شاء الله رب العالمين، و يعني نرفع القبعة لنساء هومز، والله يعينهم ويساعدهم. واذا انتم عندكم اي دعم وبتحبوا تساعدوهم بليز جو على ويب سايتهم، احطه في الرابط اجين واحط رابط ال 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 الخبر. وشكرا للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل